دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومعه وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة عبد الرحمن الصبري، دشنوا الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال. التفاصيل في تقرير الزميلة نعائم خالد. أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان إلى أهمية أخذ لقاح شلل الأطفال، لأنه لا يوجد علاج فعال لشلل الأطفال إلا التلقيح منذ الصغر. انطلق اليوم حملة التلقيح لشلل الأطفال في محافظة تعز مثل غيرها من المحافظات اليمنية المحررة، وتستهدف عملية اللقاح 336 ألف طفل. ندعو كافة الأسر، كافة الآباء والأمهات إلى الحرص على تلقيح أبنائهم في هذه الحملة، باعتبار أن هذا المرض هو مرض فيروسي خطير، والسبيل الوحيد للوقاية منه هو اللقاح. جاء ذلك خلال تدشين الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال الجولة الأولى في مديريات تعز المحررة، والتي تطلقها وزارة الصحة والسكان في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها تعز، والتي تأتي بدعم من منظمة اليونيسف والصحة العالمية. هذه الحملة الوطنية الهامة التي تستهدف جميع محافظات الجمهورية اليمنية في مناطق الشرعية، والتي يحاربها الحوثي في كل مناطقه، وما يؤدي إلى زيادة انتشار هذا الوباء. واليمن لديها الآن أكثر من 250 طفل مصاب بشلل الأطفال، وهذه انتكاسة كبيرة في الواقع الصحي عودة هذه الأوبئة، والسبب هو الفجوات التطعيمية التي تحدث بسبب نقصة اللقاح الروتيني، وأيضا بسبب منع الحوثي لحملات الشلل لحملات مكافحة الشلل. 1512 عامل ميداني ما بين متحرك وثابت لإنجاح الحملة في جولتها الأولى وتغطية المديريات وعزلها ليصل اللقاح للأطفال لوقايتهم من مرض شلل الأطفال. برعاية وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم بحيبح ومعالي سعادة الأستاذ نبيل عبد الشمسان، ندشن اليوم الحملة الوطنية الطارئة لحملة شلل الأطفال. هذا المرض الذي أصبح اليوم من الأمراض الفتاكة بأطفالنا، والذي يجب علينا أن نكون يقظين جميعا. احنا نستهدف 336 طفل من دون الخمس سنوات. لدينا فرق، هذه الفرق تتكون من 1512 شخص ما بين متحرك وثابت. لدي أيضا معانا أيضا فرق مساعدة، هذه الفرق الإشرافية المساعدة للفرق، وتتكون من 397 و 397 سيارة. دشن في محافظة تعز حملة ضد شلل الأطفال الذي ظهر أقليا في هذه الفترة بشكل قليل. نعيم خالد لقناة عدن فضائية تعز.